مشاهدي انفاس تيفي، كيف ما كتشوفوا حنا في مدينه اخرى من غير مدينه الدار البيضاء. حنا كنتواجدوا الان مدينه ابن احمد، هذه المدينه اللي جات ضواحي مدينه الدار البيضاء. هذه المدينه هذه رغم انها ولدت لنا مجموعه من الشخصيات الوازنه، سواء في مجال الادب، الثقافه، الفن، ومجموعه من مجالات الرياضه، ولكن هذه المدينه كتعد من المدن المهمشه في المغرب، فكتعاني من مجموعه المشاكل. فاحنا اليوم جينا باش نسلطوا الضوء على مجموعه من المشاكل اللي كتعيشها مدينه ابن احمد. معنا ومعكم اليوم فاعل جمعوي اللي غيقربنا من هذه المشاكل اللي كتعاني منها المدينه ديالو. السلام عليكم. السلام عليكم اخ ديالي. اولا نرحبوا بكم في مدينه ابن احمد من قبائل مزاب عاصمه الشاويه. فغادي نمشي على السطر الاخير ديالك، يعني هو محور الموضوع، يعني مدينه مهمشه منسيه بين قوسين، يعني منذ الزمن ماشي غير دابا. فالمدينه تعاني، يعني عندي انا بصفتي شاب يعني من ابناء المدينه ومسقط راس ديالي، فصراحه تنتحسروا. يعني المدينه كما قلت في التعليق ديالك انها انجبت عده مواهب وكفاءات عاليه على المستوى الوطني، لكن على الحقيقه في المدينه انها تعاني كثيرا، خاصه على مستوى العمل، يعني انعدام فرص الشغل بالمره، يعني ما سواء التجاره ولا الاشياء اللي تتوكل عليها الانسان بوحده، اما عدم تواجد اي شركه في مدينه بن احمد. مدينه اللي عندها تاريخ كبير يعني منذ القدم، يعني جاو مدن من وراها صراحه كمدينه برشيد، مدينه سطاج، مدينه هذيك، والحمد لله تنشوفوا ربما حوالي 300 شركه ربما في مدينه برشيد على ما اظن. فمدينه بن احمد لا تتوفر على الاقل غير لو شركه ولا جوج شركات على الاقل تخدم لنا غير واحد 2000 ولا 3000 ديال الشباب اللي هما المعظم ديال الشباب ديال مدينه بن احمد. ثاني حاجه على المستوى الدراسي، فتيضطر اي تلميذ يعني يحصل على شهاده البكالوريا ديالو انه مضطر جدا انه باش يمشي لمدينه سطات، هي اقرب مدينه لينا. تتعرفوا المتاعب، يعني حتى الدخل الفردي ديال المدينه، يعني تتعرفوا ان المدينه حتى الوالدين الله يحسن العوان، يعني ما كاينش شي مدخول كبير باش الانسان غادي يواكب الابن ديالو ولا البنت ديالو باش يتبعها، باش تتعرفوا المصاريف ديال الدراسه خارج المدينه. فتضطروا الاباء يعني باش يتحملوا هذا العناء، يعني باش يمشيو حتى سطات باش نتبعوا الابناء ديالنا من المصاريف والى غيره. فإضافة إلى مدينة بن أحمد تتواجد فيها ليستا يعني ليتية مع التكنولوجيا، فهذا أقل حاجة، يعني إلا شديتي غير الدبلوم ديالك يعني تتحاول، يعني شي حاجة زوينة لعدم المدينة، ولكن إلا شديتي غير الدبلوم ديالك يعني تندويش على الخدمة، يعني تندوي غير على ستاج، يعني إلا بغيتي غير ستاجي خاصك تضطر ضروري أنك تمشي لمدينة برشيد ولا مدينة ستاج ولا مدينة الدار البيضاء ولا مدن أخرى. يعني حتى ستاج باش غير نديرو في مدينتنا يعني يصعب ذلك. يعني التدريب صعيب، يعني ما كاينش فرص شغل، ما كاينش يعني جامعات باش الواحد يتعلم. هذه من ابرز المشاكل اللي كتعاني منها المنطقه. وسمعنا بان كاين بوادر انه يكون جامعه في مدينه بن احمد في بلاصه ديال السبيطار ديال الصدر اللي معروف اللي كان من اكبر السبيطارات في المغرب، وتم الاغلاق ديالو لاسباب مجهوله. فشنو كتقول في هذه القضيه؟ ومسألة ديال الكليه شي حاجه اللي كنا سمعنا بها ما قبل الانتخابات، كانت شائعه هذا الكلام، وماشي غير شائعه، هي خرجت في الجريده الرسميه ديال الدوله ان سيتم ان بناء هذه الكليه لسنه 2022 لوزاره التربيه. الساعه فوجئنا اخيرا ونطقنا خبر صحيح من عندي ان الكليه لن تتواجد في مدينه بن احمد بظروف لا اعلمها انا شخصيا. ربما المدينة لا تجد من يدافع عليها أولا، ثانيا ربما المدينة مغضوب عليها لا أعلم. من صراحة نتعجب، كنا فرحانين بزاف أننا غجينا الكلية أن مدينة بن أحمد. تعرفي أن الكلية أولا كما قلت لك سالفا أن على الأقل غادي نستافدوا أن الشباب ديالنا في المدينة أنه غادي يقرا حدا والدي وغادي يتبعوا هنايا وغادي تخلق لي فرص هنايا. ثاني حاجه الكليه غادي على الاقل غادي تجيب لينا ناس اللي خارجين، يعني غادي يجيك واحد 5000 الى على 4000 ديال البشر اللي غادي تدخل لمدينه بن احمد، غادي تحرك شويه المدينه يعني على مستوى العقار، على مستوى التجاره، على مستوى بزاف ديال الاشياء. تعرفوا الكليه لانها شي حاجه اضافه كبيره ونوعيه للمدينه. كنا فرحانين بزاف لان صراحه يعني غادي تكون عندنا كليه في مدينه بن احمد. فوجئنا بان الكليه انها غيرت او رحلت الى مدينه برشيد على ما سمعت، شي حاجه اللي تنتحسروا عليها بزاف.
بالنسبه لاشياء اخرى يعني بدون انا دويت لك على فرص الشغل منعدمه، دويت لك على المشكل ديال التدريب، ودويت لك على انعدام فرص الشغل بالمدينه، غندوي لك على المتنفسات يعني في المدينه، يعني لا يوجد متنفسات. انتم تشوفوا هذه هي المتنفس الوحيد في المدينه هي الحديقه العموميه، يعني تشوفوا الاقتداد ديولها، يعني ربما جيتوا اليوم الجمعه، لو جيتوا في يوم اخر غادي تشوفوا يعني اقتداد كبير، يعني لانها هي المتنفس الوحيد في المدينه، وشي حاجه اللي بسيطه زعما صراحه. ولكن ما تنجيلوش ان حتى الابناء ديالنا باش غادي نخرجوا معاهم هذاك السبت ولا الحد باش نمشيو لشي بلاصه ولا منتجع زعما غير سياحي في المدينه، تنضطروا كذلك باش نمشيو لخريب كان مدينه سطاج برشيد كازا، يعني احنا في اي حاجه متنفس ولا شي حاجه مزيانه لينا خاصنا نهاجروا طبيعه الحال، مع العلم ان المدينه عندها تاريخ كبير وعريق صراحه مزاب مدينه بن احمد، ومع العلم ان المدينه انجبت مواهب وكفاءات كبيره على مستويات كبيره. لا ادري يعني واش المجالس اللي تعاقبات على تسيير مدينه بن احمد منذ القدم واش ما فراساش ان هذا الشيء، واش ما تعيش هذا الشيء، واش ما كايناش معنا هنايا يعني انت كتحمل المسؤوليه للمجالس ديال مدينه ابن احمد؟ اكيد طبيعه الحال، يعني لما غادي نحملوا المسؤوليه للساكنه طبيعه الحال غادي نحملوها للناس اللي تعاقبوا على تسيير ديال مدينه بن احمد. يعني اول حاجه خاصهم يفكر فيها اي واحد غادي يحط راس ولا راس تسيير في مدينه بن احمد هو ايجاد فرص الشغل ومتنفسات المدينه، لا اجتماعيه لا رياديه لا بزاف ديال الاشياء. على المستوى الريادي فكذلك المستوى ضعيف بزاف هنا في مدينه بن احمد، ملاعب قرب قليله جدا، يعني ان لم اقول لك انه يتواجد ملعبين او ملعب واحد او ملعبين تنظن، يعني وماشي بشي كاليتي اللي كبيره زعما على غير المدن المجاوره ديالنا. حنا ما تنشوفوش مدن كبار، نشوفو غير مدن اللي حدانا، يعني سطاج مدينه برشيد صراحه تندوي معاك وتاسفني، كنت نتمنى انني نشكر مدينتي ونقول لك شي بزاف ديال الاشياء عليها لانها ايجابيه، ولكن تبقى مدينتي يعني كما جاوبك على السؤال ديالك المدينه تعاني في الصمت خاصه الشباب ديالها، يعني مشيتي للمقاهي غتلقى اكثر من 90% ديال الشباب يعني تضيع بين قوسين. تنتمنى من الله عز وجل النداء يوصل للمسؤولين، ماشي غير المسؤولين اللي على المستوى المحلي ولكن كذلك على المستوى الجهوي والوطني، لان مدينه بن احمد شبابها يعاني ومازال يعاني، وننتظر ان شاء الله تكون حلول لهذه المدينه، ايجاد شركات، ايجاد مثلا ارجاع الكليه، خلق متنفسات للمدينه، فعطى الله ما يدار، عطى الله المدينه غنيه تنظن غنية بالشباب ديالها بالمواهب ديالها بالموارد ديالها، تنتمنى من الله عز وجل ان هذا الشيء كامل يصب في مصلحة المدينة ان شاء الله باذن الله.